مصر وليبيا واليمن وسوريا الآن يعبر عن نفسه ولا يحتاج إلى أن يعبر عنه. يقود الشباب في شوارعنا في شوارع الوطن العربي ثورة عارمة تهدف إلى إسقاط أنظمة الاستبداد والشمولية والقمع. عانت شعوبنا منذ أكثر من 50 عاما من قمع واضطهاد وتنكيل وقتل، وكان آخرها انثارت هذه الشعوب وانفجرت في وجه الطغاة. فها هي اليوم سوريا تمور وتموج بشبابها ورجالها ونسائها في الشوارع والأزقة في المدن والقرى والأرياف تنادي بالحرية والكرامة وتنادي بإسقاط نظام الاستبداد والخيانة. هذا النظام الذي باع الجولان وبدل أن يحرر الجولان سلط دباباته وجيوشه وجنوده وآلياته العسكرية إلى صدور الشعب السوري.